الدولار في السوق السوداء بقاله فترة بيحوم حوالين 40 جنيه، لكن تفتكروا بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة ممكن نشوف الدولار بيتراجع في السوق السوداء؟ ويا ترى متوقع يوصل لكام؟ وهل كده مفيش تعويم دلوقتي خالص؟ وإيه تأثير كل اللي بيحصل ده على الأسعار؟ خليكم معانا وإحنا نقول لكم إيه الحكاية. خلال الأسابيع الأخيرة وحسب متعاملين في سوق الصرف، الدولار في السوق الموازية أو السوداء كان في مستوى 40 جنيه تقريباً، وبالظبط بيتراوح ما بين 39 جنيه ل 40 جنيه ونص لكل دولار، والمفترض ان ده اعلى من السعر المتداول في البنوك بحوالي من 8 جنيه ل 9 جنيه ونص، وده لان الدولار سعره الرسمي في البنوك سجل 30 جنيه 95 قرش. بس دلوقتي الوضع اختلف، والرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم بصراحة عن خفض سعر العملة وقال بالنص: وانت بتقرب من سعر الصرف لازم ننتبه عشان ما ندخلش في أزمة فوق الخيال، واحنا حاليا بنتمتع بمرونة في سعر الصرف، لكن لما يتعرض الموضوع لأمن مصر القومي والشعب يضيع فيها يبقى لأ. والتصريحات دي وضحت نية استبعاد قرار التعويم في الفترة الحالية، خاصة وانه بيأثر بشكل مباشر على المصريين. وطبعا الكلام ده كان ضربة قوية جدا للسوق السوداء، وده لان سعر الدولار في السوق السوداء بيتأثر بأي اخبار ممكن تأثر في سوق العملات، وبينخفض لو الانباء ايجابية والعكس. وعشان كده عمرو الألفي من برايم المالية كان شايف ان مصر مش هتستفيد في الوقت الحالي من اي تخفيض يحصل للعملة، وان تصريحات الرئيس ليها تأثير نسبي بالإيجاب على المعاملات في السوق الموازية. ودلوقتي الدولار في السوق السوداء بيتداول عند مستويات 37 ل 38 بعد ما كان بيحوم من اسبوع واحد عند 40 جنيه للدولار. طيب يا ترى ليه الفترة اللي فاتت كان الدولار سعره في الطالع؟ حسب مصادر اتكلمت لموقع مصراوي قالت ان استمرار ارتفاع سعر الدولار بسبب نقص المعروض المتاح من العملة في السوق الموازية نفسها، وكمان البنوك والصرافات مش قادرة تدبر النقد الاجنبي للعملة بشكل سريع وكافي. لكن اللي حصل من حوالي اسبوعين كده ان الدولار انخفض قدام الجنيه في السوق السوداء بحوالي من 4 ل 6 جنيه وتراجع، وكان بيحوم بين 34 ل 36 جنيه، وده حصل بعد قرار الحكومة بعفاء القادمين من الخارج من جمارك الذهب اللي معاهم. لكن بعدها وفترة مش كبيرة رجع الدولار يرتفع تاني في السوق السوداء، وده برضو حسب كلامهم بسبب استمرار نقص توافر النقد الأجنبي في البنوك والصرافات. وعلى فكرة الأزمة دي مش جديدة، والحقيقة إن البنوك والصرافات بتواجه أزمة نقص النقد الأجنبي من الربع الأول لـ 2022، وده بعد ما ظهرت المشكلة الروسية الأوكرانية وتسببت وقتها في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بحوالي 22 مليار دولار، وطبعا البنك المركزي هو اللي سدد الأموال دي. بعدها شفنا سعر الدولار بيرتفع قصاد الجنيه، وعلى مدار أكتر من سنة ارتفع حوالي 96%، وده خلى السعر يزيد، وبدل ما كان الدولار بـ20 جنيه في مارس 2022 وصل حاليا لـ30 جنيه 95 قرش. ولو بتسأل إمتى ممكن تختفي السوق السوداء، فمحمد عبد العال الخبير المصرفي لمصراوي قال إن السوق السوداء لتجارة العملة هتفضل زي ما هي، ومش هتتأثر حتى بعدم خفض الجنيه الفترة الجاية، وده لان الطلب على الدولار مستمر، والبنوك ما زالت بتتبع سياسات نقديه بتخليها ما تمولش كل الطلبات الخاصه بالمستثمرين. واكد ان القضاء على السوق السوداء بيحتاج ان البنوك توفر الدولار بشكل كافي للعملاء، وان الدوله يكون فيها زياده في تدفقات النقد الاجنبي. دلوقتي قولوا لنا وجهه نظركم، وهل شايفين ان السوق السوداء ممكن تختفي قريب؟